السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نبدأ أول محاضرة إن شاء الله، تعتبر محاضرة introduction لفيسيو 3 بشكل عام وكيف نبدأ فيها إن شاء الله. قبل كل شيء نتكلمه نشوف أصلا شنو ناخده إحنا في فيسيو 3. لو بتشوف أنت فيسيو 3 متقسمة، اللي هو حيكون لأربع أجزاء، اللي هو حيكون مين، تمام؟ فبنشوفهم. لو بتشوف الأجزاء هذه حتكون أول حاجة بنبدأ فيها اللي هي حتكون الإندوكراين سيستم، بعدين عندك الريبرودكتيف، بعدين عندك سبيشال سنس، وكذا السنترال نيرفس سيستم، تمام؟ فهذا اليوم حيكونوا الأربعة وأهم أجزاء نبو بيهم. طبعا إندوكراين، وش بنتكلموا على الاندوكراين؟ بنتكلموا على كيف كل غده شنو يصير في الفانكشن بتاعها، وكيف تفرز في هرموناتها، ولما يصير في ديفكت شنو يصير، وشن اسماء الامراض واهميتهم والمانيفستيشن بتاعهم، وكيف نطلعوا فيهم بالاختبارات اللي هو مختلفه بتاعتهم. من ناحيه اللي هو حيكون اللي بعد اللي هو الريبرودكتيف، طبعا بتتكلم انت على الميل والفيميل جينيتال سيستم ريبرودكتيف، وبتتكلم لي حتى على الهرمونز باهي، ويعتبر في شويه من الاندوكراين لان بنتكلم بعدين على البروجستيرون والاستروجين والتستوستيرون. وبعدين السبيشال اورجنز او الاورجنز اوف سبيشال سنس، هذا من هو يتكلم لك كده على الايرز والايز اهم شيء. تمام، نكمل زي ما قلنا انه سبيشال طبعا سيلز بنركزوا على الاي والايز، ونركزوا على الايرز. وطبعا لو بتركز او تلاحظ ان هادو مزوز او ثلاثة يعتبروا بشكل عام، هادو من ثلاثة هادو مقارينهم في الهيستولوجي احنا، يعني عندهم عنا شوية باك جراوند عليهم، يعني نعرفوا مثلا شن هي البيتيوتري جلاند، ونعرفوا مثلا شن هي الباراثايرويد، ونعرفوا شن هي الثايرويد، ونعرفوا مثلا السوبرارينال كيف يخدم، وشن الهرمونات اللي يطلع منها، ونعرفوا اللي هي حيكون الادرينال البنكرياس حتى هي كيف تخدم از ان اندوكراين جلاند، و سبيشال اورجنز طبعا اللي هم اور اورجنز اوف سبيشال سنس اللي هم الايز والايرز، ونعرف تركيبهم، وهذا حيكون اكثر شيء يساعد طبعا ريبرودكتيف لان اخذنا الميل والفيميل. من ناحيه السنترال نيرفس سيستم حتى هو اخذينا قبل، لكن احنا هنا بنركزوا على الفسيولوجي بتاعها، بنركزوا على الريفلكس وكيف اهميتهم والامراض اللي تصير في النيرفس سيستم بشكل اساسي. فهذا هو الفسيولوجي فيسيو 3 اللي بنبدا به. وطبعا العملي، العملي يركز اكثر شيء على السنترال نيرف سيستم، ويعتبر من اسهل العملي العملي البراكتيكلز اللي بناخذهم ان شاء الله، او اللي اخذناهم خلال الوقت هذا كله. تمام، توا بنبدا ان شاء الله باول حاجه عندنا اللي هي حتكون الاندوكراين. شنو هي الاندوكراين؟ انت توا قبل ما نتكلم حتى على الاندوكراين نبي نتكلم على موضوع اساسي وهو اهم شيء اصلا في الفسيولوجي، اللي هي حاجه اسمها الهوميوستاسيس. لما انت لما تكلم لي على الفسيولوجي تكلم لي عن نورمال ستراكشر اند فانكشن اوف ذا بودي، باي ستراكشر والفانكشن اوف ذا بودي هذا كيف بنديره لحنا اصلا، كيف بنديره له مينتيننس، كيف بنحافظوا عليه، او اصلا كيف بنكونوه باش نحافظوا عليه، هذا كله ينطلق تحت مسمى الهوميوستاسيس. شنو معناها الهوميوستاسيس؟ زي ما نعرفها في الانترو، مصطلح الهوميوستاسيس هوميو ستيزس لو بتشوفها هو عباره عن شنو، هو المينتيننس، المينتيننس اوف اور انترنال انفايرمنت اوبتيمم فور سيلولار يوسج. يعني لازم تخلي الانترنال بودي انفايرمنت اوبتيمم، يعني تخليها في حاله جيده ان باش شنو يصير في فانكشن للبودي، يعني تخيل تخلي درجه الحراره معتدله باش الانزيمات يخدموا، تخلي كميه اللي هو حيكون الفوليوم بتاع الدم كويسه، تخلي الترانزميشن بتاع الاكسجين والاكستشينج بتاع الاكسجين حتى في نظام معتدل، وتخلي الاكسكريشن بتاع اليورين والفيسز بنظام معتدل، والابزوربشن حتى هو، وهذا كله حيكون شنو تحت منطلق الهوميوستاسيس، لان شنو في الاخير انت في منطلق شنو المينتيننس اوف ذا انترنال انفايرمنت. لكن هذا كله كيف يصير له ريجوليشن، كيف يصير له مينتيننس؟ طبعا ميلي عن طريق اللي هو حيكون شنو تو سبيشاليزد سيستمز. فشنو هم التو سبيشاليزد سيستمز؟ هذا اول حاجه نتكلم عليها اللي هو الاندوكراين، والثاني نسمو فيه اللي هو حيكون شنو اللي هو حيكون النيرفس سيستم، تمام؟ اللي هو حيكون شنو عندك اللي هو حيكون النيرفس سيستم، هذا نيرفس سيستم. خير اللي هو حيكون النيرفس سيستم والاندوكراين سيستمز، هذه من المسؤولات اللي هو حيكون شنو على الريجوليشن اكثر شيء في الجسم، تمام؟ خرجت النيرفس غير ما جت تحت السهم، تمام؟ النيرفس
تمام، هذا النيرف سيستم والاندوكراين سيستم، باي شنو مزاياهم وشنو عيوبهم، وقصدي شنو الاختلافات اللي بيناتهم، ما همش عيوب، هم مكملات لبعض، فالعيب عند حاجة عند واحد منهم حيكون ميزة عند الثاني. فلو بتشوف ان الاندوكراين سيستم حتلقاه رقم واحد يعتمد عليه شنو؟ يعتمد عليه هرمونات. تمام، يعتمد على شنو؟ يعتمد على هرمونات طبعا، من ناحيه اللي هو حيكون الاكسكريشن بتاع الفانكشن بتاعها. النيرفز، النيرف سيستم يخدم اكيد عن طريق حاجه اسمها نيرف امبولسز. تمام، نيرف امبولسز، تمام، نقدر نقول ونختصرها في حاجه اسمها الاكشن بوتنشال. فهذه رقم واحد، كل واحد اكسكريت الفانكشن بتاعه عن طريق شنو؟ واحد اللي هو بالهرمونز بتاعه، وواحد اللي هو بالنيرف امبولسز. فشنو هي الحاجه الثانيه؟ نقدر نقول ان هذا يعتبر لك بما انه هرمون راهو سلو سنتر، سلو كنترول سنتر او سلو سيستم. تمام، فنقدر نقول ان سلو او حتى سلو ريجوليشن، وهذا يعتبر نسمه فيه الرابيد ريجوليشن. تمام، فهو يعتبر شنو؟ يعتبر اللي هو حيكون الرابيد ريجوليشن. فهذا اهم حاجه لازم تعرفها قبل ما نبدا في الاندوكراين سيستم. راهو عندنا نوعين، اللي هو واحد نسمه فيه الاندوكراين سيستم اللي بنتكلم عليه توا، بعدين النيرف سيستم نتكلم عليه في السنترال نيرف سيستم. فانت فيسيو 3 يعتبر لك من اهم الفيسيولوجيز، لانك بتركز لي على الهوميوستاسيس، كيف نحافظوا على الهوميوستاسيس، وكيف الديستربنس لما يصير نديروا له ريجوليشن. تمام، فخلاص توا نبدا بالاندوكراين. اكيد لما نتكلموا على الاندوكراين، لما نتكلموا على الاندوكراين قبل كل شيء خلينا نتكلم على البيسك ستراكشر بتاعها. فشن هو الاندوكراين اصلا؟ لما تكلم لي على اندوكراين سيستم نقدر نقول لك انه راهو ديما في حاجتين، باهي رقم واحد راهو لازم يكون فيه جلاند، رقم اثنين راهو لازم يكون فيه سكريشن. سكريشن شنو هو السكريشن اللي هنا؟ اللي حيكون اللي هو حيكون عباره عن شنو عندك؟ اللي هو حيكون الهرمون. هذا من ناحية شيني، هذا من ناحية اللي هو حيكون السكريشن. طبعا الجلاند هنا ديما تلقى فيها سيلز، والسيلز معاهم شوية كابيلاريز، ومن غير شوية الكابيلاريز هذا من اليوم ما حتلقى فيهم شيني other structures مثلا follicles وغيرها زي في الثايرويد. تمام، فهذه أول حاجة نبيك تعرفها قبل ما نتكلموا على أي شيء في الاندوكراين سيستم، راهو فيه شيني جلاند وسكريشن، جلاند وسكريشن. تمام، توا بنتكلموا قبل كل شيء لازم تعرف ان الجلاند راهي، نسيت نقول انها داكتلس. تمام، راهي داكتلس جلاند، والسكريشن بتاعها حيكون شنو؟ في البلد. تمام، فنقدر نقولوا ان النقط بتاعها اول حاجه، تمام، ان اول حاجه نبقى هنا ان السكريشن بتاعها، واول حاجه يكون ان دايركتلي ان ذا بلد. دايركتلي ان ذا بلد، باي. وتاني حاجه طبعا ان الاندوكراين لازم تعرف انه يعتبر شنو؟ يعتبر لك اللي هو حيكون داكتلس. تمام، فهذه خليها على جنب، يعتبر اللي هو شنو؟ يعتبر داكتلس. تمام، يعتبر داكتلس. تمام، فهذه اول حاجه نبوها ان شنو؟ يبعث فيها دايركتلي انتو دي بلود. شنو هي الحاجة الثانية اللي نبغى نعرفها على الجلاند قبل ما نبدأ فيه؟ راهو أعرف إن شنو الكيميائية متاعها تختلف، يعني ما هوش حاجة ثابتة، فهذا اللي بنتكلم عليه. تمام، فخلاص تو بنتكلم على حاجة اسمها شنو؟ بنتكلم على حاجة اسمها الجلاندز، نتكلم على حاجة اسمها الجلاندز أوف ذا إندوكراين سيستم. شنو هما الجلاندز نتاع الاندوكراين سيستم؟ بنبدو بالوحده، باهي توا اول حاجه بنبدو بها اهم تعتبر لك جلاند، ونقولوا هي تعتبر لك اصلا المذر اوف اول جلاندز اللي هي الريجوليتور نتاعهم. فهي نقدر نقولوا ان لو بنرسمه، طبعا بنرسم انا رفلي هيك، هذه شني؟ هذه اعتبرها نسموها فيها شني؟ هذه تعتبر الهايبوثالاموس، هذه شني؟ اعتبرها هذه هايبوثالاموس، باهي هيك تعتبر مربع بسيط، شعر كيف جد. فاعتبرها هذه تعتبر شنو؟ هذه هايبوثالاموس. تمام، لما تشوف ديما تلقاها طايحة حكي من تحت، هذه اعتبر هذا اللور سيرفس، باهي تلقاها طايحة حكي، باهي هذا شنو؟ هذه تعتبر لك اللي هو حيكون البيتيتري جلاند. طبعا هذه نسموها فيها البيتيتري ستالك، باهي. وهنا anterior والposterior pituitary lobes بتوينهم حاجه نسموها فيها الانترميديا، بارز انترميديا، لكن ما تبانش هنا لان شني؟
لان فيها تعتبر لك ما تظهرش في اللي هو حيكون في الادلت، تظهر اكثر شيء في الديفلوبمنت نتاعنا. باهي، فلما بنركزوا على حاجه توا هذه نعرفوها، هذه انتيرير. دقيقه بس صغر الخط شويه. باهي، هذه الانتيرير وهذه البوستيرير، ولا خلاص توا بنبدأ بالانتيريور والبوستيريور لوب، نتكلم عليهم بشكل بسيط نعرف وش فيهم ونمشي للي بعده، لان بعدين نتكلم عليهم اصلا بالتفصيل. باهي، فاول حاجه بنتكلم عليها الانتيريور لوب. ديما لما نتكلم على الانتيريور لوب من يامات الهيستولوجي نقولوا ان راهو فيها حاجتين، رقم واحد كروموفيلز، واثنين اكيد حيكون فيها كروموفوبس. وللعلم هنا يقسموا فيه مرة 50% و50% بالنسبة لكتاب الفسيولوجي، واحنا زمان ما كناش نقسموا فيه مكي، كنا نديروا في الكروموفوبز أكتر. باهي، الكروموفيلز بعدين بنقسموهم لأسيدوفيلز، وأكيد معاهم حيكون في بيزوفيلز. باهي، وبما ان ديما كيف تبي تحفظ ان اما اكثر اللي هو حق الاسيدوفيلز والبيزوفيلز، ديما الاسيدوفيلز هي الاي سايد، يعني هي الاكثر، فتلقاها 40% وهذه تلقاها 10%. باهي، وطبعا بعدين تو بنتكلموا كيف ان اللي هو حيكون كل وحده شن تطلع مطلع منهم هرمون، لكن ببساطه وبكل بساطه نتكلموا اكي على السريع ان الاسيدوفيلز، تمام، ان الاسيدوفيلز هذه خيرها طلع لك مين لي تو هرمونز اللي ما نسمو فيهم، واحد اللي هو الجروث هرمون اللي هو السوماتو، يطلع لك من السوماتوتروفيك سيلز اللي هي السوماتوتروفين رقم واحد، ثاني حاجة عندك اللي هو حيكون برولاكتين، برولاكتين. ثاني حاجة عندك البيزوفيلز يطلع لك في ثلاثة، فأول واحد نسمو فيه الثايروتروفين اللي هو نسمو فيه الثايرويد ستيميليتنج هرمون باش يفعل لك الثايروكسين هرمون، رقم اثنين نسمو فيه الجلوكو جونادوتروفينز. شنو هما الجونادوتروفينز هادو؟ باش الجونادوتروفينز هادو باش يشني منهم الفوليكولار ستيميليتنج هرمون والليتونايزنج هرمون، تم نتكلم عليهم حتى هما. وعندك آخر حاجة اللي هي نسمو فيها اللي هو حيكون معاهم ادرينال كورتيكوتروفين. شو معنى ادرينال كورتيكوتروفين؟ بنتكلم عليها حتى بعدين، لكن ما اللي يعرف ان الادرينال كورتيكوتروفين تمشي وين؟ اكيد لحاجه في ادرينال جلاند، فادرينال جلاند باي كورتيكو كورتكس، يعني ماشي الادرينال كورتكس، ماشي للتروفس يعني سيلز، فماشي لسيلز في الادرينال كورتكس من امه، تو بنتكلم عليهم بعدين اسمهم شني الجلوكوكورتيكويدز، باش يعطيك اللي هو حيكون هرمون نسموه فيه الكورتيزول، ويعتبر مهم هلبه وهذا يطلع في الصبح. فهذا مهم الجلاندز بالذات اليوم حيكون نتاع شني نتاع اللي هو الانتيريور، تمام. دي طبعا انتيريور لوب اولسو كولد بارس ديستاليس، لكن مش ذاكرينها هنا في الشيت نتاع الفسيولوجي، كاتبينها في الهيستولوجي. تمشي للي بعدها اللي هو حيكون نسمو فيه شني البوستيرير، طبعا البوستيرير بعدين حتى هم نتكلموا عليه ويعتبر مهم، لكن اعرف لي ان راه فيه زوز هرمونات مهمه. شنو هم الهرمونات اللي يعطي فيهم؟ واحد اللي هو نسمو فيها الانتي دايريتيك هرمون، اكيد اسمه فازوبرسين، فازوبرسين الاسم الثاني بتاعها. وعندك رقم اثنين اكيد عندك اللي هو الاوكسايتوسين، واكيد ما فيش حد ما يعرف الاوكسايتوسين، تمام. فهذا هو من ناحيه اللي هو الاكسايتوسين، تمام، لان الاكسايتوسين يعتبر لك من اهم الهرمونات في الريجوليشن، هي والبرولاكتين اللي من البيزوفيلز من ناحيه الميلك سكريشن، وبالذات اللي هو حيكون ثروات الليبر. شن ثاني؟ تمام، هذا اول حاجه نبغى نعرفوها. طبعا هذا يعتبر لك مني، هذا رقم واحد من ناحيه شني عندنا البيتيوتري جلاند، تمام. هذا شني؟ هذا يعتبر لك اللي هو البيتيوتري جلاند. تو نبغى نمشي للي بعده من ناحيه اللي هو حيكون الجلاندز، طبعا نتكلموا على جلاند ثاني ويعتبر ماهوش اقل منه في الاهميه، نسموه فيه شني؟ نسموه فيه الثايرويد، وما حتى نتكلموا الباراثايرويد جلاند. باهي، فلو بتشوف انه دقيقه بنكتبه رقم اثنين حتكون الثايرويد بلس او تمام، الثايرويد بارا ثايرويد جلانس، تمام. نبغى نرسمه حتى هو تو الباراثايرويد بكل بساطة. ديما لما نتكلم علي الباراثايرويد والثايرويد مع بعض، ديما ديرهم بالرسمة هي. باي، ديما أعرف إن الثايرويد إكي هذه لوب وهذه لوب، بعدين اللي هي متصلة بيناتهم بالاستموم اللي هو هذا إكي. باهي، وهذا اللي هو حيكون انتيريور، اللي هو حيكون تو لوبس. بعدين عندك اللي هو الباراثايرويد تلقاه هيك
هذه الباراثايرويد في كل جزء، يعني تلقى الثايرويد جلاند زوز لوبز باهي، وعندك الباراثايرويد أربعة اللي هم في كل بول من اللوب، لأن كل لوب فيه تو بولز، واحد بول فوق وواحد بول لوطة، تلقى في كل واحدة اللي هو حيكون الثايرويد جلاند، باراثايرويد جلاند. ده شنو يخدم اللي هو الثايرويد جلاند هذا، واصلا شنو يدير؟ ديما اعرف ان الثايرويد جلاند لو تبين نرسمه بشكل بسيط هيك، اعرف انه زي توك هيك حرفيا عبارة عن شنو نرسمها هيك اسرع، هو مربعات تمام، لكن ما بيش نعطل فيه هالبنا تمام هيك، ومعاه في جنبه تلقاه حتى هنا هيك معاه واحدة تانية هيك، ومع واحدة كي جنبها واحدة هنا معهم، هذا بنسمو فيهم شنو، هذا من الثايرويد جلاندز، هذا مش شنو، هذا من الثايرويد جلاندز، فهذه جلاند، هذه جلاند، هذه جلاند. بس شنو هم الخلايا هذه؟ هذه خلية نسمو فيها شنو، هذه نسمو فيها فوليكل، هذه فوليكل. بس في حاجة مهمة لازم تعرفها، ان الداخل في حاجة اسمها شنو، كولويد ماتيريال، هذه كولويد ماتيريال، هذه كولويد ماتيريال، تعتبر لك اسيدوفيليك، وهذه كولويد ماتيريال، هذه كولويد ماتيريال، هذا طبعا اليوم شنو يتخزن فيهم الثايرويد هرمون. بعدين في خلايا في النص هنا نسمو فيهم شنو، برا فوليكولر سيلز، او نسمو فيهم سي سيلز، او نسمو فيهم كلير سيلز، ما نبيش نحطهم زي البارا الثايرويد، نحطهم بحاجة ثانية خلاص، هذه نسمو فيهم البارا الثايرويد فوليكولر سيلز، او نسمو فيهم السي سيلز او الكلير سيلز تمام. من ناحيه السكريشن فتلقى ان السكريشن بتاعهم حيكون تمام، السكريشن بتاعهم ان الثايرويد يعطيك اللي هو تايروكسين اللي هو تي 3 وتي 4 باهي، والبارا فوليكولر سيل تعطيك حاجه مهمه اسمها شيني، اسمها الكالسيتونين. شنو هو الكالسيتونين؟ الكالسيتونين عبارة عن هرمون توم نتكلم عليه بعدين، هذا ينقص لك اللي هو حيكون الكالسيوم في الدم باهي، ما بيش نتكلم على كل شيء تو، لأن هذه تعتبر مقدمة، ما بيش حتى نطول فيها هالبنا. تاني حاجة البارا فوليكولر، بارا فوليكولر أكيد عنده بارا 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 ثايرويد هرمون، بارا ثارو هرمون، وطبعا دي كتبت غلط، بارا ثارو هرمون بالضبط تمام. هذا هو، ونعرف انه بعدين اللي يطلع من شنو حاجه اسمها تشيف سيل، مش مش الاوكسوفيل سيلز، وعندك اللي هو حيكون الفانكشن بتاع انتاجونست للكالسيتونين بتاع الفوليكولر سيلز، وهذا يعتبر لك اللي هو ثالث جلاند. نمشي اللي بعده اللي هو حيكون الرابع جلاند عندنا، تعتبر يعتبروا هذا من المين جلاندز للعلم، هذه رقم ثلاثه نسموه فيها شنو البنكرياس، او نسموه فيها شنو اندوكراين للبنكرياس. تمام هذه الاندوكراين بتاع الاندوكراين بنكرياس، يعني الاندوكراين ريجن بالبنكرياس تمام. فلو نرسموها تمام، نرسموها حتى اسود مش مشكله، فتلقاها عباره عن هيك باي، وبعدين فاتحه في شنو، فاتحه طبعا في الديدونم هذا باي تمام، وطبعا هيك ماشيه مع اللي هو حكون الدكت طوله تمام. هنا تلقى شني، تلقى حاجة مهمة جدا اللي هي مينلي وباختصار اللي هي ان عنده رقم واحد انسولين، مفيش حد ما يعرفش الانسولين، وعندك الجلو كا تمام، ونعرفه طبعا الانسولين اللي هو حكم البيتا سيلز، والجلوكاجون من الالفا سيلز تمام. فهذا لتو اهم ثلاثة جلاندات عندنا. بعدين نمشوا للجلاند الرابع اللي هو حيكون الجلاند الرابع اللي بنتكلم عليه، اللي هو حيكون واحد من اهم، لو مش يعتبر حرفيا ما تقدرش تعيش من غيره، بالذات اللي هو حيكون اهم زوز هرمونات فيه، اللي هو حيكون السوبرارينال جلاند، او نسموه فيه اللي هو حيكون السوبرارينال جلاند او ادرينال جلاند. فعندك اللي هو السوبرا رينال جلاند، طبعا ادرينا جلاند قصده بقى الجزء الميدلاري بتاعه، تو نعرفه علاش، تو لو نرسم عندك اللي هو حيكون البنكرياس، بنكرياس يعني قصدي الكدني تمام، هذه كدني،
اول حاجه ديما تلقاها اللي حيكون شني على حسب طبعا تشبح فيها يمين ولا يسار. في اللي تلقاها اللي كروسون شيب جايه من هيك راكبه فوق، وفي اللي تلقاها عباره عن مثلثك طايح فوقك تمام. تلقى الداخل فاك مضلة، وهناك تلقى شني هذا كله اللي هو حيكون الكورتكس باين من بوش نخرب شاب نفس اللون. نقوله مثلا هذا الكورتكس، هذا شني هذا اللي بالاحمر اللي هو الكورتكس. باهي، وللداخل اللي هو حيكون المظلة. فلو بتقسمه تمام لدرينا الكورتكس، نعطيك رسمة بسيطة عليها قبل ما نبدأ كل شيء، بنتكلم عليها بعدين الرسمات وكيف ان نتورك وكل شيء. ديما تلقاه دائرة خط بعدين نتورك. باهي، هذا اللي هو حيكون نسمو فيها الجلوميرولارس فاسيكولارس ريتيكولارس. باهي، الجلوميرولارس نسمو فيها كنا مكة، يعني كنا مكك حرفيا ام جي اي. شنو هي مينرال كورتيكويد؟ اللي هي الالدستيرون. جلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزول. والاندروجين اللي هو حيكون نسمي فيه الدحية. شنو هي الدحية؟ دي اتش اي اي، وشوية استروجين فدحية. به، فهذا يعتبر شنو هذا السوبرارينال جلاند بكل اختصار. باهي، بعدين عندك اللي هو حيكون عندك الجونيدز. شنو ما الجونيدز؟ التستس والاوفري من ناحية الميل والفيميل ريسبكتيفلي طبعا. فرقم خمسة عندك اللي هو الجونيدز، اللي هو حيكون عندك التستس واوفري طبعا يختم عليهم. عندك التستس اكتر شيء التستستيرون، وعندك الأوفري أكتر شيء اللي هم رقم واحد استروجين بروجستيرون. تمام، فهذا ما أكتر شيء تبي تتكلم عليهم اللي هم الجونيدز. هذا ما يعتبر ركشني لو نتكلم عليهم هادم. خليني بعد تلب. تمام، هادم لو بنتكلم عليهم هادم يعتبر لك شنو؟ هادم the main glands. تمام، فهادم يعتبر لك شنو؟ هادم يعتبر لك هادم لو بنتكلم عليهم شنو؟ هادم يعتبر لك اللي هو المين glands in our body. تمام، فهادم يعتبر لك شنو؟ هادم يعتبر لك اللي هو المين glands in our body. نمشوا لحاجات اليوم other organs ونتكلم عليهم بشكل بريف هلبة. اليوم حيكون ستة. باهي، خلاص نمشي للي بعدها. نقول لك اليوم حيكون عندنا other glands. باهي، other glands شنو هم other glands؟ رقم واحد، رقم واحد شنو عندنا؟ رقم واحد الهارت. شنو الهارت؟ فكر فيها حاجة تخدم الدكران اتريال نيتروتيك بوليبيبتايد. فلما يقول لك الهارت باهي يعطيك اللي هو نسمو فيه الاتريال نترينيتك بوليبيبتايد. الاتريال نترينيتك بوليبيبتايد هذا شنو يخدم او بيبتايد؟ الاتريال نترينيتك بوليبيبتايد هذا مهمته اول حاجه اللي هو مهمته ان الريليسنج بتاعه يكون من وين؟ اول حاجه من الرايت اتريوم. تمام، علاش؟ لما يزيد الفينس ريتيرن هلبه والرايت اتريوم يصير للديستنشن، يعرف القلب انه راه في زايده هلبه كميه البلد. ولما تكون زايده هلبه كميه البلد شنو يدير؟ يفعل لك الاتريال نترينيتك بوليبيبتايد هذا. ولما يفعله لك، لما يفعل هو لك شنو يصير؟ يصير انه اول حاجه الافكت بتاعه في الكدني انه ستيمولييت انكريس الصوديوم حتى شويه بوتاسيوم، لكن نقولوا انه ميل الصوديوم والووتر اكسكريشن. تمام، فهذا هو اهم شيء تبيه انه في الهارت انه يعطيك الاتريال نيتروتيك بوبتايد وهيك الفانكشن بتاعه. به، نمشي للي بعده. شنو اللي بعده؟ نقوله اللي هو حيكون رقم 2 ليفر. خير الليفر، الليفر اول حاجه شنو هي الحاجات اللي السكريشن بتاعها قريبه للهرمون؟ باي، رقم واحد السكريشن بتاعها قريب للهرمون. لو تعرف في فيسيو واحد في البلد نعرفه هي حاجه اسمها هرمون ايريثروبايوتين، مهمته يمشي للبومرو نتاع الممبرين سبون ويفعل لك شنو الايريثروبايوسيس اللي هو حيكون ستيميليشن اوف ار بي سيز. هذا نسمو فيه شنو؟ نسمو فيه الايريثرو بايوتن.
السكريشن بتاعها صح ميلي من الكدني، لكن 10% ريليز فروم وير فروم ذا ليفر. فنقولوا ان هنا اول حاجه 10% او فكنا من هذا، نقولوا 10% من الايريثرو باي من الايريثرو بايوتن. شنو تاني من ناحية اللي هو حيكون السكريشن في الليفر؟ السكريشن الثاني لو تتذكر، لو منشوف أنا حاجة كي نديرها بسيطة هنا ما نبيش نكتر فيها، نعرفوا إنه في السكن نقولها حتى كلام باي، لأن واخدينها في البايوزمان السكن عندنا حاجة اسمها شنو، 7-ديهايدروكوليسترول باي، هذه في السكن مركب اسمه 7-ديهايدروكوليسترول، والسبعة ديهايدروكوليسترول هذا لما يجي عليه الصن شنو يصير له؟ يصير له يولي حاجة نسموها فيها كول كالسيفيرول. والكول كالسيفيرول هذا يعني من 7-ديهايدرو باي لي كول، طبعا كول طبعا 7-ديهايدرو كول كالسيفيرول يتحول لكول كالسيفيرول، بعدين يمشي للليفر باي عن طريق ال 25 هيدروكسيلاز باش يتحول ل 25 هيدروكسي كول كالسيفيرول با، بعدين يمشي للكدني الكدنيز من الليفر للكدني يولي 1-25 هيدروكسي كول كالسيفيرول كالسي ترايول هذا نسموه فيه. فالليفر واحد من السكريشنز نتاعها، خلينا نمسح هذا، فالليفر واحد من السكريشنز نتاعها شنو هو؟ واحد من السكريشنز نتاعها انه يدير لك في سكريشن حاجه نسموه فيها 25 هيدروكسي كول كالسيفيرول. تمام، هذه من ناحية السكريشن زوز. حاجة ثالثة ما تركزش فيها توه، لكن ما تذكرش بكري لما تكلمنا هنا في دي، بس خلينا نرد هنا، تكلمنا على حاجه في البوستيرير بيتيتري، تكلمنا لا مش بوستيرير اسف قصدي في الانتيرير، ان الجروث هرمون باهي لا اه في شنو اسمه من ناحيه اللي هو الاسيدوفيلكس باهي الاسيدوفيلكس، ان في حاجه اسمها شنو جروث هرمونز با، الجروث هرمون هذا ريليست فروم سيل نسموه فاشني سوماتو سوماتوتروفيك سيلز با. علاش انا تكلمت عليه هذه؟ لان في الليفر في حاجه نسموها فيها تو ركز على الاسم غادي سوماتوتروفيك، هنا نسموها فيها شنو سوماتو ميدين. شو معناه سوماتو ميدين؟ هذه شو معناه؟ معناه ان الدير ميدييشن معناه ريجوليت الفانكشن نتاع السوماتوتروفين على اللي هو الجروث هرمون، فهذا ريجوليت طبعا لو نتكلم عليه راه بعدين نعرف ان في انواع اللي هو اي بي سي ودي، وعرف لي ان اهم نوع اللي هو سي مش مهم بعدين حتعرفه قدام. اللي بعده اللي هو حيكون اكيد رقم 3 باي، رقم 3 اللي هو نسمو فيه الكدني با، الكدني حاجتين اللي هو تلقاهم مشتركات بينه وبين الليفر، شنو هما الحاجتين المشتركات بيناته وبين الليفر؟ رقم 1 ان حتى هو ريليس ريثروبايوتين، لكن 90% ماهوش 10% ف 90% ريثرو بايوتين با. بعدين مش 25 هيدروكسيكول كالسيفيرول، لا 25 واحد داي هيدروكسيكول كالسيفيرول، يعني 25 واحد او نقول 1-25 داي هيدروكسيكول كالسيفيرول. بعدين عندك اللي هو الثالث اللي هو حيكون ما عندهاش هنا ثالث الليفر، قصدي ان شنو الليفر اللي تعطيك سوماتوميدي، لكن هنا شنو عند الحاجتين المشتركات هذو مع الليفر فقط. تمام، طبعا هذا يعتبر شنو هذا لو بنتكلم عليه نقولوا ان راهو هذا الاكتيف فورم اوف فيتامين دي او فيتامين دي. تمام، هذه رقم 3 عندنا. اللي بعدها تمام اللي بعدها شنو هي الجاسترو انتستينال تراكت، او نقدر نقول خلينا نتكلم اكثر شيء على حاجه اهم من هذا، لان يعني هذا يعتبر
مش مهم هلبة، حاجة كأنها فتنة، مع أنها تعتبر حاجة كبيرة هي للجسم، بالذات اللي هو حكون الاندوكراين كلوك، فنسموه فيها شني البينيال جلاند. بينيال جلاند، خير البينيال جلاند أكيد نعرفوا أن تديلك في ريليس لحاجة نسموه فيها الميلاتونين. شنو هو الميلاتونين؟ خير الميلاتونين، الميلاتونين اللي هو مهمته أنه يخليك شني أنك حتكون مور سستيبل، اللي هو حتكون للسليبنج، يعني أكثر عرضة للنوم، باش شنو يصير لك انهبيشن للجونادوتروفين وستيميليشن اللي هو حيكون اللي هو حيكون للجروينج بشكل عام. فنقدر نقول ان هذا يعتبر شنو الميلاتونين، هذا الميلاتونين ريليسك. با شنو هي اللي بعدها اكيد اللي كنت نذكرها قبلها لكن هذه اهم، فنقوله اللي هي حتكون الجاسترو انتستاينال تراكت. بس شنو هي الجاسترو انتستاينال تراكت؟ ترى فكر لي شنو هي حاجه في الجاسترو انتستاينال تراكت ريليس هرمون افكت اذر اورجنز. اكيد عندك السيلز نسمو فيهم الديفيوز نيورو اندوكراين سيستمز. شو معناها نيورو اندوكراين؟ يخدموا اندوكراين سيستمز، فيخدموا في الاندوكراين، وعندهم شويه ريجوليشن بالانتريك سيستم بتاع اللي هو حيكون النيرف سيستم بتاع الجي اي تي. فنسمو فيهم شنو، حتى نسمو فيهم شنو، نسمو فيهم اللي هو حيكون الامين بريكرسر ابتيك اللي هو حيكون اندي كربوكسيلاتيد. فنقدر نقولوا ان الديفيوز نسمو فيهم اللي هو حيكون الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم، او نسمو فيهم حاجه اللي هو حيكون امين باهي بريكرسر ابتيك، وعندك اللي هو الدي كربوكسيليشن. فهذا من ناحيه اللي هو حيكون امثله عليهم شيء، امثله عليهم ممكن عندك اللي هو حيكون السي سي كي، عندك اللي هو حيكون السكريتين، هذا يخدموا على شنو؟ يخدموا على البنكرياس، واصلهم وين؟ في الانتستنت باهي. فهذه نقدر نقول واحد منهم. اخر حاجه نبوها عندنا اللي هي حتكون بما انها تمبوري، فتعتبر مش قصدي معروفة هلبة، حتى نقدر نقول لأن أصلا مش موجودة في الميل بوكل. فهذا باش البلاسنتا تعتبر temporary لكن مهم جدا endocrine organ. فنقدر نقول ان البلاسنتا it's a temporary، بالك يقول لك راهو permanent والبلاسنتا ديما تخدم، لا temporary endocrine organ. شنو يدير في ريليس؟ ترى نقول لك انا يدير في ريليس اسمها حاجه اتش حبيب، اسمها HPB. شنو هي هذه؟ تمام، هذه اللي هو حيكون هنا اول حاجه اللي هو نسمو فيها هيومن كوريونيك باي ايذر، شنو عندك هنا بديره جونادوتروفين او سوماتوتروفين، لانه يخدم على الجونادوتروفين اللي تكلمنا عليهم بكري في البيزوفيليك جونادوتروفين، وهذا يخدم على شنو، على السوماتوتروفين اللي هو حيكون في الاسيدوفيليك. شنو هذا اصلا؟ هذا اكثر شيء شنو تشوف به ان اللي هو حيكون الفيميل بريجننت ولا لا. بعدين عندك هذا نسمو فيه شنو، هذا برو، او نقولوا لا اللي هو البرومننت اكثر منه برو جستيرون، وطبعا اكيد الاستروجين، واخر حاجه البرولاكتين. طبعا مش مهم هذا كله، غنركز لي ان اللي هو حيكون ريليس الاستروجين والبروجستيرون. وفي حاجه مثلا هل بهرمونات تانية ممكن حتى في اسمه ريلاكسين، ريلاكسين هذا مهمته شنو، اللي هو حيكون واحد من الهرمونز مسؤول على اللي هو حيكون كانه مطبط، مطبط. فهذا من ناحيه اللي هو حيكون الهرمونز، من ناحيه الجلاندز اللي عندنا كيف الخدمه بتاعهم باهي وعلى شنو يتكلموا. فقبل ما نتكلموا على الهرمونز بشكل اساسي خلينا نتكلموا على الجلاند. عرفنا ان عندنا بيتيتوري جلاند، والبيتيتوري جلاند هذه نلقاها في البيس نتاع الهايبوثالاموس، وتتكون لك هذا نسموه فيه بيتيتوري ستالك وانتيريور وبوستيريور بيتيتوري لوبس. ونعرف ان الانتيريور لوب كيف قسمناه بازوفيليك كروموفيبس كروموفوبس وكروموفيلز، وكروموفيلز اللي هي ازيدوفيلز وبازوفيلز، والاسيدوفيلز اللي هي سوماتوتروفين بتاع الجروث هرمون، والثانيه اللي هو حيكون نسموه فيها البرولاكتين اللي هو ماموتروفين ريليس البرولاكتين. بعدين عندك البازوفيليك اللي هو حيكون ثايروتروفين ريليسنج ثايرويد ستيميليتنج هرمون، جونادوتروفين ريليسنج فوليكولر ستيميليتنج هرمون وليتونازنج هرمون، والثاني عندك اللي هو حيكون سموفا ادرينال كورتيكوتروفين ريليسنج اللي هو حيكون هرمون، وش ستيميليت اللي هو حيكون الريليس اوف جلوكوكورتيكويد من الادرينال كورتكس. باهي
اللي بعده اللي هو الثايرويد. خير الثايرويد، الثايرويد اللي هو حكون مع الباراثايرويد. نعرف انه موجودات اللي حكون الثايرويد تو لوبز، والباراثايرويد اربعه في اتش بول بتاع اللي هو الثايرويد جلاند. شنو هي الثايرويد؟ كوليك من فوليكلز، الفوليكلز اللي هم ريليس حاجه نسموها ثايروكسين تي 3 تي 4، ونلقوا بتونيف دون بارا فوليكلر سيلز اي كي اي كليب سيلز او سي سيلز ريليس حاجه اسمها كالسيتونين، والكالسيتونين هذا مهم ينقص لك الكالسيوم بالبلود. بعدين عندك الباراثايرويد، خير الباراثايرويد باراثارا هرمون هذا مهم اللي هو حكون اول سورا يحفز الفورميشن اوف فيتامين دي، لكن غرف ركز لي انه يزيد الكالسيوم. يعني هذا بالضبط شنو هذا بنقدر نقول انه معكس بعض. باي نمشي اللي بعده، عندك اللي هو الاندوكرين بتاع البنكرياس، خير اللي هو حكون اكيد الانسولين مع الجلوكاجون. بعدين عندك اللي هو حكون عندك اللي هو السوبرارينال جلاند، وكيف تكلمنا على الكورتكس والميدلا. نسيت نتكلم انا عن الميدلا هنا شوي، بس سنتكلم عن الميدلة. اعرف لي ان الميدلة طبعا فيها حاجة نسموها شنو الكاتيكولامينز. خير من الكاتيكولامينز اللي هم حيكون النوربينفرين والبنفرين. النوربينفرين والبنفرين اللي هو الادرينالين والنورادرينالين نفس الشيء. باهي بعدين عندك الجونيدز اكيد، عندك اللي هو التستس واكيد معهم الاوفري من ناحيه التستوستيرون استروجين بروجستيرون. بعدين عندك الهادم اللي اذر اللي هم اول حاجه بتشوفها تلقى الهارت اللي هو حيكون لترينيتوتيك بوليبيبتايد، ومعها الليفر. وبعدين عندك اللي من غير الليفر اللي حيكون ريليس اللي هي رايثروبايتين، من غير اللي رايثروبايتين السوماتومدين، والسوماتومدين من غيرها 25 هيدروكسيكولكالسيفيرول، والكدني 90% من الرايثروبايتين و1 25 هيدروكسيكولكالسيفيرول، بينيال جلاند ميلاتونين، وعندك الجي اي تي ديفيوز نيورو اندوكراين ريليس سيكريتونين والسيكريتين قصدي والسي سي كي كوليستيك كاينين، وعندك اليوم بلاسنتا زي ما قلنا تعتبر تمبري اندوكراين اورجان. خلاص توا نمشي لحاجه مهمه، توا نبي نتكلم على موضوع جديد كليا، هذا اللي هو اهم حاجه اصلا باقي كان كل مقدمه. لازم تعرف لي الهرمون، الهرمون عباره عن شنو؟ باهي دقيقه خلينا نبدا من بدايتها فوقي. خلاص تمام، هذا نبدأ بحاجة اسمها خلاص طول الهرمون. الهرمون ها أول حاجة شنو هو؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن كيميكال سبستنس. شنو معناها؟ عبارة عن مركب كيميائي صنعته الجلاند مشى من غير دكت للبلد اللي هو افكت اون سيل. تمام، مهمته شنو؟ مهمته افكت اون سيل، فنقدر نقول انه يعتبر لك كيميكال ايجنت، والكيميكال ايجنت هذا مشى حفز او طبط خليه ثانيه لان هذه خدمتها الوحيده. باهي لما نبي ندير التصنيف نتاعها ديما التصنيف حيكون على حسب الستراكشر وعلى حسب الميكانيزم نتاعها. ديما اللي هو حيكون شنو؟ على حسب الستراكشر والميكانيزم نتاعها. سهل جدا، شنو معناها ستراكشر؟ معناها من شن اصلا، من شن كون الهرمون هذا. تمام، فنقدر نقوله عن طريق اللي هو حيكون ستراكشر. باهي تتقسم لثلاثه حاجات مهمه. باهي رقم واحد، رقم اثنين أكيدة، ورقم ثلاثة. شنو هو رقم واحد؟ رقم واحد إن نقول لك راه أصل ستيرويد هرمون. شو معناه ستيرويد هرمون؟ ركز فيها شوية، تعرف إن ستيرويد هرمون معناها من ستيرول رينج. تمام، هذا ستيرويد هرمون شو معناها؟ معناه أصله من حاجة اسمها سموفالي وستيرول نيوكليس، والنيوكليس هذا وين تلقاه؟ في الكوليسترول. فأعرف من تو وراه هذا شنو طبيعته نقولوا ليبد أو نسموه في لايبو فيليك محب للليبد. فهذا شنو؟ هذا أصلا شنو نسموه في استيرويد. باش نمر الحاجات اللي أصلا من استيرويد، ترى ديما رقم واحد من ناحية التصنيف هذا نقول لك إن ديما يكونوا 6 هرمونز. يعني شو معنى 6 هرمونز؟ الاستروجين بروجستيرون وغيره. بعدين اللي معاه نسموه فيه اللي هو الادرينو كورتيكال هرمون. من هم الادرينال كورتيكال هرمون اللي تكلمنا عنه في الادرينال كورتكس؟ من هم؟ ترى اول حاجه عندك اللي هو الكورتيزول، هذا اللي هو من وين؟ الجلوكوكورتيكويد. من الكورتيكويد اللي يعطيك اللي هو الالدستيرون، وطبعا عندك الاندروجين. تمام، فهذا اللي هو حيكون لو بتشوف ان اصلهم. تمام، هذا اللي هو حيكون اصلهم. خم بعد هنا اصلا عندنا مساحه، ما فهمتش انا ليش لصق في كل شيء في بعض. تمام، خلينا نكملوا اللي هو حيكون الاستراكشر مره واحده مشت. تمام،
خلينا نمشي نكمل اللي بعده. عندك اللي هو امينو اسيد ان اوريجين، تمام. امينو اسيد ان اوريجين، نبيك تحفظ كلمه واحده بس هنا حرفيا. تم خلاص. ايش معناها تم؟ معناها اول حاجه انه حيكون الثايرويد هرمون اللي هو حيكون التي 3، ما دقيقه بس المفروض ما نديرهاش بنفس اللون باش يبان واضح. تمام، اللي هو حيكون الثايرويد هرمون اللي هو تي 3 وتي 4، هذه رقم واحد. باهي، رقم اثنين اي ام ادرينال ميدالري، تمام. فهذا هو ادرينو ميدالري هرمونز اللي هم حيكونوا شنو؟ الكاتيكولامينز. تمام، فهذه اللي هو حيكون ثالث تصنيف اللي هو حيكون لشني ان امينو اسيد. ثالث تصنيف اللي هو حيكون سمو فيه شنو؟ سمو فيه رقم ثلاثة اللي هو انه يكون بولي بيبتايد. والبولي بيبتايد يعتبر لك اني اذر هرمون، يعني لو ما كانش سكس هرمون، ما كانش ادرينال كورتيكو هرمون، ما كانش ادرينو ميدالري، ما كانش ثايرويد، راهو اللي هو حيكون شني يعتبر بولي بيبتايد هرمون. فهذا يعتبر شني؟ هذا من ناحيه اللي هو حيكون الفانكشنز نتاعهم، قصدي ستراكشر نتاعهم. لو بتجي التصنيف الثاني، لو نتكلموا نعاودوا الكتيبه من هنا، نقول لك راهو الهرمون من جديد يتصنف على حسب شنو؟ يتصنف على حسب الفانكشن. فشنو قصدك يتصنف على حسب الفانكشن؟ كيف يتصنف على حسب الفانكشن؟ او الميكانيزم بتاعه، الميكانيزم، نقولوا ميكانيزم كلمه احسن. ليه؟ يعني كيف يخدم بالضبط الميكانيزم. الميكانيزم لما بتشوفها، تمام، الميكانيزم بتاعه حتكون كالاتي. انت لما تفكر فيها، الامينو اسيد والبولي بيبتايد يعتبر لك اللي هو حيكون بولر، ان جنرال في استثناء واحد بنتكلم عليه، وعندك اللي هو ستيرول ليبيد سوليب اللايبوفيليك. لما يجي له السيل ممبرين، هل واحد يخش واحد؟ لا. فهذا الميكانيزم اللي نبه هنا من ناحيه انه شنو بتشوف انه اللي هو الميكانيزم تاعه كيف يخدم بالضبط. يعني نقدر نقوله انه واحد، باهي، هذا نقدر نقوله عنده سيتوبلازميك او لا، اكثر شيء نقوله انه باس اللي هو ممبرين، تمام، باس سيل ممبرين، باهي. وهذا نقدر نقوله انه شني؟ بايند لسيل ممبرين. هذا اكيد حيكون عندك الهيدروفيليك، وهذا حيكون لايبوفيليك. اول حاجه بتحطها في اللي هو حيكون في الباس للسيل ممبرين، بما انه لايبوفيليك، حط لي اهم حاجتين اللي هو نقوله انه شنو عندك؟ اللي هي ستيرويد هرمون. ستيرويد هرمون، من هم ستيرويد هرمون؟ زي ما نعرف انه اللي هو حيكون السكس هرمون والادرينال كورتيكو هرمون، لكن في استثناء، والاستثناء هذا مهم هلبة، اللي هو شنو؟ التايرويد هرمون او التايروكسين هرمون، يعني تي 3 والتي 4 مع انهم راهم امينو اسيد، لكن يما يعتبر لك شنو؟ يخشوا اللي هو حيكون ثرو ذا ثرو ذا سيل ممبرين. باي، ثاني حاجه عندك الهيدروفيلك، نقدر نقول ان اليوم حيكون اني اذر امينو اسيد سلاش بيبتايد هرمون، تمام، خلاص. لما نجو للتصنيف هذا، نبي نرسم حاجه اللي هي خليه، نبي نرسم خليه، باهي. والخليه هذه كيف ما نديرها بالضبط؟ تخيل ان هذه معي خليه، باهي، ماشي، تمام. هذه خليه، تخيل معي ان هذا كل النيوكليس، باهي، وهذا شنو؟ هو السيل ممبرين. باي، يعتبر هذا شنو؟ هذا السيل ممبرين بتاعنا. لما يجي، تمام، خلينا نرمز لكل واحد
اللي هو ستيرويد والثايرويد هرمون متاعتهم. باهي خلي نديرو الأغمق شوية، هذا متاع ستيرويد. باهي لما يجي ستيرويد شوف شنو يدير، خلينا نكبروها شوية. أول حاجة هذا ستيرويد 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 ح بايلير ليبيد سوليبل عادي جدا يخش. باهي لما يخش أول حاجة شنو يلقى هنا؟ يلقى في مكانه حاجة تستنى فيه بكل رحاب صدرك. باهي يجي ستيرويد يتصل بها، السلام عليكم. خلاص هذا نسمو فيه شنو؟ هذا هنا نسمو فيه السيتوبلازميك ريسبتور، سايتو ريسبتور. هذه رقم واحد لازم تعرفها. باهي والسيتوبلازميك ريسبتور هذا بعدين وين يمشي؟ توا السيتوبلازميك ريسبتور هذا مزوز مع بعض يمشي 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 يمشي، يخش للنيوكليوس يدير في حاجه نسمو فيها الجين اكسبريشن، وحاجه مهمه هلبا الجين اكسبريشن. باهي خليك مركزه، هذه الفانكشن نتاع الستيرويد كيف باس ثرو ذا سيل ممبرين، خش مع السيتوبلازميك ريسبتور، بعدين انتقل للنيوكليوس باش دار الجين اكسبريشن. با شوف لي الثايرويد هرمون او الثايروكسين هرمون شن دار. با نفس الشيء مشي 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 مشي، خش طبعا اللي هو حكون ثرو ذا سيل ممبرين لانه استثناء صح اماين اس لك الليبيد سوليبل. شنو يجي يلقى هنا؟ يلقى ريسبتور. باهي لكن مش اي ريسبتور، ماهوش سيتوبلازميك، هذا نيوكليير ريسبتور. هذا شنو؟ هذا نيوكليير ريسبتور. فطول يجي هنا ما يديرش مايجريشن لشيء، طول يكمل شنو الجين اكسبريشن نتاعه هنا طول. باهي هذا من اللي هو حيكون الفانكشنز نتاع زوز الخلايا نتاعنا. باش شنو هو الجين اكسبريشن؟ خلينا ناخذ شويه بايو 3. شنو هو الجين اكسبريشن؟ الجين اكسبريشن هو التعبير الجيني باش نصنعوا بروتين جديد. كيف؟ تخيل ان هذا معاي هذه مثلا هذه دي ان اس ستراند. باهي هذه دي ان اس ستراند كي شاده مع بعض حاله على الدي ان اس ستراند هذه دي ان اس ستراند. باهي نقولوا نرسموها بلون مختلف اللي بعدها هيك. با هذه دي ان اس ستراند. الدي ان اس ستراند هذه كيف نديروا لها؟ انت اعطيني قطعه هنا، هذه نتخيل هذه ركز فيها، هذه خدنا منها وحدك هيا، هذه قصنا، هذه شنو قصنا؟ هذه خدنا ديما اللي هو القطعه من هذه فيها جينات، هذه شنو فيها جينات؟ وجينات نعرفوهم اصلا في اليوم ادينين وجوانين واحد، فنقولوا شنو هذه ستراند نديروا نفردوها شويه فتولي هيك باي نبو نترجموها. يجي اول حاجه نسمو فيها شنو؟ نسمو فيها الترانسكريبشن. الترانسكريبشن ان شنو؟ نصنعوا حاجه تبقى الاصل لها. باي صنعنا تبقى الاصل لها خلاص، هذا تبقى الاصل لها، لكن في نفس الوقت هذا مسنجر ار ان اي. شن عنده؟ عنده الجين مخصصات باش نصنع بروتين، وهذه مرحله الترانسكريبشن. فلما يطلع من هنا تخيل ان هذا اللي هو هذا كي يمشي من هنا طبعا من النيوكليوس يطلع 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 يقابله من يقابله صاحبنا اللي هو حيكون عندك كيزوس سب يونت، وديما يطلع اللي هو شنو يطلع في سلسله امينو اسيدز. شنو يجي هو؟ يجي اللي هو حيكون المسنجر ار ان اي يقول اسمع عندي شنو عندي تعليمات، تعليمات انك تصنع لي بروتين، وهذا اللي هو الفعل نسمو فيه شنو؟ نسمو فيه ترانزليشن. فديما الجين اكسبريشن عباره عن ترانسكريبشن ترانزليشن. ترانسكريبشن في النيوكليوس من الدي ان اي يرفع مسنجر ار ان اي للرايبوز اللي نسمو فيه الرايبوزوم، يصنع لنا شنو؟ يصنع لنا اللي هو حيكون بروتيناتنا. فهذا هو عندك اللي هو حيكون الستيرويد هرمونز، او بشكل عام اللي هما الهرمونز ذات باس ثرو ذا سيل ممبرين. حاجه واحده بس نبي نزيدها على هذا كله، ان الزوز بما انهم يديروا وظيفه معقده جدا فتلقى ان الاكسبريشن نتاعهم علشان يخدموا علي نسموا فيه بوقت المطول. علاش؟ لانهم يصنعوا في بروتين، فنقول انهم اللي هو حيكون they are slow. تمام خيرهم they are slow functioning hormone. تمام slow functioning hormones. باه خلاص تو لما نشوفه عندك اللي هو هذا، هذا بيعتبر اللي هو اسهل. باهي لو ممثلوا بهم حتى هذا هذا نجي من هنا امينو اسيد من غير التايروكسين او اذر اللي هو حكون بوليبيبتايد. جي جي السلام عليكم السلام عليكم. نبي مر قال ما تمرش انت، انت هذه وظيفتك توقف هنا، انت فيرست مسنجر. باي ما انا من ينوب عليك؟ ينوب عليك سكند مسنجر. نحي سكند مسنجر. شنو هو السكند مسنجر متاعي؟ والله السكند مسنجر متاعك هذا يمكن يكون هلبة حاجات على حسب الفانكشن متاعك. باه شنو هو؟ نمشي نعددوهم عادي جدا. ف
فهادم نقولوا ان هذا طبعا الفيرست مسنجر يبعث لك اللي هو شني لسكند مسنجر. ولا سكند مسنجر هذا كيف تبي تحفظهم؟ احفظهم سي 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 بي، يعني 4 سي 1 بي. شنو هو السي؟ سي 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 بي. باي رقم واحد سمو فيه سايكليك أدينوسين مونوفوسفات، فسايكليك أدينوسين مونوفوسفات، سايكليك غوانوسين مونوفوسفات. بعدين عندك اللي هو الكالسيوم، بعدين عندك اللي هو السيل ممبرين فوسفوليبيد، بعدين بروستاغلاندين. تمام، فهذا مهم طبعا توم نتكلم عليهم بشني بكل واحدة، لأن هذه آخر حاجة تعتبر في محاضرة اليوم اللي هي كيف كل واحدة منهم يخدموا. به نشدوا سي ام بي شوية. لو منشوفوها أول حاجة كيف أصلا يتصنع سي ام بي. أول حاجة لما بتشوفها عندك اللي هو القانون، إنه عندك اي تي بي بهي يتحول لك لي سي ام بي عن طريق هرمون نسمو فيه شني هذاك يولي ادينايل سايكليز. تمام، ادينايل او مش لازم نديرو الانزيم ادينايل سايكليز اللي هو هذا ادينايل سايكليز. باي هذا يعطيك اللي هو السايكليك ادينوسين مونوفوسفات. بعدين السايكليك ادينوسين مونوفوسفات يديلك حاجه يسموها سي اي ام بي ديبندنت، يعني يعتمد على السايكليك ادينوسين مونوفوسفات ديبندنت كاينيز، يعني فوسفورايليشن. يعني شنو فوسفورايليشن؟ والفوسفورايليشن هذه يخدم لك اللي هو على شنو، على هلبا فانكشنز من الخليه، سمي اللي تبي. يعني مثلا اكتيفيت اللي هو نقولوا ايون شانلز، الله على channels كيف كتبته channels. باي يخدم لك اللي هو حيكون على شوية enzymes، يفعل لك enzymes، يفعل لك اللي هو حيكون شوية secretion، على شوية اللي هو synthesizing لشني ينسمو فيه intracellular proteins. هذا حيكون شني، هذا الفانكشن نتاع السي اي ام بي. انا تو السي اي ام بي هذا نبي شني، نبي نكسره، شني نبي ندير له، نبي نكسره، يعني يتحول لك من السي اي ام بي لحاجه نسموها فيها 5 ادينوسين مونوفوسفات، يعني تكسر معش ولا حلقه الا كسرناه بحاجه نسموها فيها شني فوسفو داي استيريز. شنو هو الفوسفودايستريز؟ عبارة عن انزيم يكسر لك السي ام بي ل 5 ادينوسين مونوفوسفات. وللعلم مش كاتبينها في الفسيو، لكن يتحفز بالانسولين زي ما اخذنا في البايو سمستر اللي فات، يتحفز بالانسولين. هذا الفوسفودايستريز من انه صح يتحفز بالانسولين، لكن يصير له انهبيشن. حتى هو يصير له شنو؟ يصير له انهبيشن. والانهبيشن هذا يصير له عن طريق حاجات معينه. اول حاجه نسمو فيه ميثايل اكزانتين والسايكليك جوانوسين مونوفوسفات اللي هو واحد من السكند ماسنجر، وعندك اللي هو حيكون السينوسين مونوفوسفات. فنقولوا ان رقم واحد ينقصه اللي نسمو فيه اللي حيكون ميثايل اكزانتين، اثنين ينقصه سايكليك جوانوسين مونوفوسفات، والثالث سي اللي هو حيكون نقوله انوسين مونوفوسفات. هذا اللي هو حيكون شنو يخدم لك، اللي هو حيكون على السايكليك ادينوسين هذا يعتبر شنو باختصار السايكليك ادينوسين مونوفوسفات. حاجه واحده يعتبر لك، هذا يعتبر المين سكند مسنجر. كيف المين سكند مسنجر؟ حرفيا صعب انك تلقى حاجه ما تخدمش به. فنقول ان البيتيوتري يخدم به، يخدم عليه حتى الهايبوثالاموس، يخدم في الباراثايرويد،
ويخدم في الادرينال ميدللي وحكوا الكاتيكولامينز. ما بيش ندخل على هنا نقولوا ادرينال ميدلا باهي. واخر حاجة هنا نقول لك انه يخدم حتى على الجلوكاجون باهي، يخدم حتى على شنو؟ يخدم على الجلوكاجون. سايكليك جوانوسين مونوفوسفيت، حاجة الوحيدة اللي نبوها ومهمة هنا انه يخدم في حاجة نسموها فيها جوانايل سايكليز باش يحوله، يعني من جوانوسين ترايفوسفيت لي سايكليك جوانوسين مونوفوسفيت، هادي سايكليك هادي سي مش جي، عن طريق شني؟ عن طريق الجوانايل سايكليز. هذا اللي تبي تعرفه من ناحيه اللي هو حيكون السايكليك جوانوسين مونوفوسفيت. با الكالسيوم، الكالسيوم من لما نبي نتكلم عليه حنرد رسمه بسيطه باهي من زمان نرسمه في الفسيو انترو بالضبط اللي هي شني. لا ما تجيش هيك، لازم ترسمها حمراء لأننا نتكلم في الاخير على مصل اللي هي السموث مصل. تمام، نعرف ان السموث مصل ديما اللي هو حكون شاد فيها اللي هو تلقى فيها خيوط اللي هو حكون الاكتين باهي. على المهم هذا كله اللي ما نبوش احنا باهي، هذا شنو اكيد حتكون سموث مصل. انا اللي نبيه ان فيه بروتين مهم هلبة هنا، بروتين اسمه كالموديولين. تمام هيك اسمه كالموديولين، عنده مكان للكالسيوم كالموديولين. لما اللي هو فيرست مسنجر اللي هو هرمون يجي يكلم سموث مصل باي ايدر يجي شنو يدير؟ يحفز الكالسيوم، يا اما يدخله من برا او يجيبه من السايكوبلازميك ريتيكولوم او يجيبه من الميتوكوندريا. باش شنو يجي الكالسيوم؟ نرسمه الكالسيوم كي هذه كالسيوم كالسيوم، يجي الكالسيوم هنا يرتبط. تمام هنا يرتبط الكالسيوم، في شنو يدير هذا؟ نسمو فيه اللي هو حيكون عذرا يدير في حاجه نسمو فيها شني؟ كال موديولين كاينيز. شو معناه كال موديولين كاينيز؟ مهمته انه يدير شني في فوسفوريليشن. تمام الفوسفوريليشن هذه شني؟ للهد نتاع المايوسين، فنسمو فيها مايوسين كاينيز. تمام للرؤوس نتاع المايوسين باش يصير كونتراكشن للسموث مصل، فهذا هو الفانكشن نتاع مني هذا نتاع الكالسيوم. فنقولوا ان اللي هو حيكون بايندز تو كالموديولين. بعدين السيل ممبرين فوسفوليبيدز، نعرفوا لو نشوفوا السيل ممبرين فوسفوليبيدز، خلينا من السيل ممبرين من السموث مصل هذه، تعال للي مركب اخذناه في الفسيو البايو قصدي بايو واحد اللي هو مهم جدا اسمه فوسفوتيدايل بيسفوسفيت انوسيتول باهي. فلو نشوفوا ان هذه اول حاجه هذه شني؟ هذه جلايسرول باهي، هذه شني؟ هذه جلايسرول شاد فيني شاد فيها فاتي اسيد هنا، شاد فيها فاتي اسيد هنا، بعدين هي شادة في فوسفيت اللي هو شاد في شني نسموه في انوسيتول رينج، فشاد في شني نسموه في انوسيتول رينج، والانوسيتول رينج شادة حتى في فوسفيت ثاني وفي فوسفيت ثالث، فنسموه فيها شني؟ نسموه فيها اللي هو حيكون فوسفوتيدايل انوسيتول بس اللي هو شني؟ فيها بس فوسفيت، هذا اللي هو الفوسفيتات اللي يقصد بهم من ناحية بس فوسفيت يعني باي فوسفيت باهي. هذا اللي هو حيكون فوسفوديدول انوسيتول بس فوسفات. لما يجي الفوسفولايباز سي، فوسفولايباز سي لان هذا اي 1 هذا اي 2 وهذا سي، لما يجي الفوسفوديدول انوسيتول قصدي فوسفولايباز سي يكسر لك كبير هلبا خير هذاك. تمام يكسر لك هيا الرابطه هيا، ولما يكسر لك الرابطه هيا شنو يعطيك؟ يعطيك اللي هو المركب هو هذا كله على بعض، وهذا شنو هو؟ هذا انوسيتول ترايفوسفيت، يعني نسموه فيه شنو؟ نسموه فيه اي بي 3، يعني شنو؟ انوسيتول حلقه انوسيتول فيها ثلاثه فوسفيتات، وهذا مانا شنو؟ هذا نسموه فيه داج باي. هذا اللي تبي تعرفه هنا انه اللي هو حيكون انوسيتول ترايفوسفيت ومعها اللي هو حيكون الداج. شنو هو الداج؟ الداج اللي هو حيكون داي اسايل جليسرول. فلما تجي هنا نقول لك انه رو فيه انوسيتول ترايفوسفيت
اللي هو مهمته شنو يخدم لك الانستول ترايفوسفات للعلم، يزيد لك اليو في الكالسيوم باهي. وبعدين الداج يخدم لك على حاجه نسموها فايل كاينيز تايب سي، يعني الفوسفوريليشن من التايب سي باهي. هذا هو. واخر حاجه اللي هو بروستاجلاندين، يعتبر لك اللي هو نوع من انواع الليبيدز، اللي هو شنو من نوع من انواع الليبيدز اللي نستخدمه فيما زي سكند ماسنجر. اخر حاجه نبوها اليوم اللي هي حتكون الهرمون ترانسبورتيشن باهي. لو بنرسم احنا تو هنا شنو عندنا بلود فيسل باهي كي كبرى، هذا بلود فيسل. هذا بلود فيسل باه. لما يجي بنشوفوا انواع الهرمونات اللي عندنا، مش ديما في واحد اللي بتسوليبل ووتر سوليبل، خليك معاها هي تو من غير استثناءات. ما تقول ايش لا تايروكسين معاهم هنا، اعطيني اللي هو حيكون اللي اصلهم ستيرويد. فنقولوا ان ستيرويد هرمون دقيقه خلينا نزيد، نقولوا ان ستيرويد هرمون باهي، والباقيات اللي هم حيكون الامينو اسيد والببتايد. هذا نلقوهم شني؟ نلقوهم باوندد باي، وهذا بنلقوهم شني؟ فري. للعلم بس شو معناه فري في البلد؟ لما يقول لك هذه حاجه مهمه هلبا لازم تعرفها، هذه مهمه هلبا. لما يقول لك فري في البلد معناها اكتف، معناها يخدم، معناها ماهوش خامد، فهذه وظيفته باي. طبعا هنا باوندد نقدر نقولوا ان سمول اماونت خير راي فري، يعني شنو راي اكتف با. الفري هذا طبعا الامينو اسيد والبوليبيبتايد صح، اللي هم حيكون سمول اماونت، اللي هم سمول اماونت صح، لكن شنو فري، بما انهم شنو فري نقولوا اكتف باهي. والباوندد هذا من ميني اكيد اللي حاجه نسموه فايل جلوبيولين، للجلوبيولين واحد من ميني واحد من البلازما بروتينز، هذا المسؤول انه شنو يشد فيهم. علاش احنا نشد في الجلوبيولين؟ تخيل لو خليناهم كلهم اكتف، لو خليناهم كلهم اكتف شنو يصير فيه؟ اول حاجه ممكن تخش في حاجه اسمها التوكسيسيتي اللي هي شنو اوفر ستيميليشن ولا با. لو ما خليناش مع الجلوبيولين ممكن يصير له فلتره، فممكن يصير له اللي هو حيكون لص. وتاني حاجه نستخدمه فيه ان شنو نستخدمه فيه از ريزرفوير تمام، يعني لما نبوه نطلعوه من الجلوبيولين ونخليه اكتف، فهذا باش مخلينا في الجلوبيولين از باوندد وان اكتف، لكن لما نحوم الجلوبيولين يولي اكتف با. هذا كله يعتبر شنو الفرق بيناتهم باي. في الاخير هذا كلهم وين يصير لهم ميتابوليزيشن لما عشان نبيهم انا كيف ندير لهم وين يا ما نرفعهم للليفر وش از ذا موست اللي حيكون اكثر اورجن ندير بيه في الديتوكسيفيكيشن، او نرفع مني نرفع اللي هو حيكون للكدني باي. بكيف اللي هو حيكون خلاص هذا الترانسبورتيشن بتاعنا اللي يكون نبيه هنا، فنقدر نكتب عليه هنا اللي هو حيكون هرمون ترانسبورت بقى. نمشي للي بعده او اخر حاجه اللي هي شنو كيف ندير انكتيفيشن. طبعا مش اخر حاجه، نقول في اخر حاجه ان شنو حاجات بسيطه هذا مش حياخذ منك دقيقه. فكيف ندير شنو هرمون الانكتيفيشن؟ طبعا اللي هو حيكون في الليفر والكدني تمام. فهرمون الانكتيفيشن باي طبعا اللي هو حيكون وين؟ يقول لك وين؟ تقول له في الليفر والكدني با. كيف يصير هذا الانكتيفيشن؟ دي ما احفظها كي دوك كان دكتور ام ار باي. اول حاجه ديجريديشن اثنين باش ندير باي اثنين اوكسيديشن معهم ريدكشن باي اوكسيديشن وريدكشن ثلاثة ثلاثة اللي هي نسموها فيها شني conjugation تمام. هذه
كونجيجيشن طبعا مع مني ديما اكتر شيء اللي يحكم في الليفر مع الجلوكورونيك اسيد باش يطلع في البايل. الله على الخط. تمام، رابع حاجة اللي هي قلنا اوكسيديشن ريدكشن، ما زالنا اللي هو حيكون الميثايليشن. تمام، اللي هو حيكون الميثايليشن مش نفس اللون. تمام، ميثايليشن خلاص. هذا كيف يصير لما اللي هو حيكون inactivation. اخر حاجه نباها تو بنتكلم عليها اللي هي الديوريشن بتاعها. شو معناها الديوريشن؟ معناها ان في كل هرمون عنده اوقات معينه يصير له فاس سكريشن، وفي اوقات ما يصير لهش فاس سكريشن او يوقف عن السكريشن. باي هذه رقم واحد اللي نباها من ناحيه ان شنو في ديوريشن للشيء هذا. باي في ديوريشن للشيء هذا. شنو هو الديوريشن هنا؟ ان في سم هرمونز اللي هو حيكون ار اكتف ان داي داي تايم باي، وفي اللي يخدم في شنو في النايت تايم. وناخذ عليهم مثال بسيط ان هذا راهو نلقوه اكثر شيء اللي في الداي تايم اللي هو نقوله شنو الكورتيكو جلوكوكورتيكويز يعني اللي هو الكورتيزون. باهي، والثاني مانا شنو هذا مزوز نقدر نقوله ان عندك اللي هو حيكون الجروث هرمون باش تكبر. اصلا النوم مهم، هذا باش يروح في النوم اصلا موست اوف ذا جروث يصير اخطر الجروث هرمون مع اصلا حتى شني البرولاكتين. باي هذا هو محاضره اليوم، قدمه بسيطه ان شاء الله ما كانتش هلبه على جلانس وكيف اصلا اللي هو نظام الفيسي كله. خلاص باذن الله نبدا بالفيديو الجاي كاول جلاند اللي هو حيكون البيتيوتري جلاند، وباذن الله حيكون سهل. تمام، خلينا نمشي شد الكليه. تمام تمام، هذا اللي هو حيكون نتكلم عليه الاندوكراين. عرفنا ان الاندوكراين سيستم طبعا اللي هو حيكون مع اللي هو النيرفس سيستم يعتبر لك اللي هو تو مين كنترول سيجمنتس. اللي هو نلقوا ان النيرفس سيستم يعتبر لك الرابيد اللي هو حيكون يخدم لك اللي هو حيكون الاكشن بوتنشال، والنيرف امبولسز يعتبر لك شنو رابيد، والاندوكراين سيستم اللي هو حيكون يعتبر لك سلو كنترول سيستم اللي هو يخدم لك عن طريق شنو الفورميشن وريليسنج اوف هرمون يعتبر لك سلو بروسس. نمشي نشوف الاندوكراين جلاند. اكيد اللي هو يعتبر لك اللي هو داكتلس جلاند سكريت اللي هو حيكون شنو دايركتلي انتو ذا بلود. طبعا تكلمنا على البيتيوتري جلاند ونفس الرسمة اللي هو الثايرويد باراثايرويد البنكرياس، وطبعا الجونيدز واللي هو حيكون السوبرينال جلاند نفس الكلام حرفيا تكلمنا عليه. مش ضروري قصدي باش حتى نركزوا عليه لان هذا حرفيا قلنا. مثلا الهرمون عبارة عن كيميكال سبستنت سكريت اللي هو حيكون دايركتلي انتو ذا بلود، ونعرف ان الكيميكال كلاسيفيكيشن بتاع ستيرويد اللي هي من الكوليسترول ستيرويد نيوكليس اللي زي الادرينال الكورتيكال هرمون اللي هو كورتيزول الدستيرون والسكس هرمون. السكس هرمون اللي هو استروجين بروجستيرون والتستوستيرون. طبعا اللي هو السكس هرمون هذا زي الدي اتش اي اللي هي الدحية اللي من الادرينال الكورتيكال وشوية بروجستيرون. بعدين عندك هنا الامينو اسيد ديريفيتيفز اللي هم الثايرويد تي 3 تي 4، عندك الادرينال ميدولري اللي نسموه فيهم تم. باي ثاني حاجه عندك البروتين والبيبتايد. طبعا اي هرمون تبيه من غير اللي هو امينو اسيد والستيرويد هو هايبوثالاميك صح، بارا صح، بيتيوتري بنكرياس صح. ميكانيزم طبعا معاهم قلنا ستيرويد والثايرويد خيرهم لان الثايرويد زي ما قلنا صح امينو لكن يخش ثرو ذا سيل ممبرين عادي. They are lipid soluble. They can pass through the cell membrane. ستيرويد هرمون خير بايدلي سيتوبلازميك ريسبتور، خليك مع الثايرويد هرمون دايركتلي تو نيوكليير ريسبتور. طبعا قال لك الستيرويد اللي حيكون يمشي طبعا اللي الهرمون ريسبتور يمشي للنيوكليس اكتيفيت الجين ترانسكريبشن اللي تكلمنا له. ونفس الشيء هذا دايركتلي يدير لك اللي هو شنو جين ترانسكريبشن. فلما يقول لك من هو الهرمون ذات اكتيفيت دايركتلي الجين ترانسكريبشن وداوت مايجريشن قول له الثايرويد. بعدين المسنجر ار ان اي طبعا اللي هو حيكون من الستيرويد ولا الثايرويد ماشي وين للسيتوبلازميك اللي ماشي وين للرايبوزوم باش دي سنتسايز بروتين. طبعا الاكشن هذا اللي يعتبر لك شنو سلو.
وبعدين عندك اللي هو البروتينز بشكل عام ما هو مش ليبيد سوليبل. علاش ما هو مش ليبيد سوليبل؟ دي كانت بس الممبرين اللي تكون لك من حاجه شنو روابط ببتيديه، تمام؟ فخلاص نلقوا اللي هو حكون لي سيل ممبرين ريسبتور. فالبايندينج اوف دي هرمون، الهرمون يعتبر الفيرست ماسنجر ودي ريسبتور بتاع سيل ممبرين، اكتيفيشن اللي هو حكون لي شنو سكند ماسنجر، وزي ما قلنا سي 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 بي. فسايكليك ادينوسين مونوفوسفيت طبعا سكند ماسنجر، ميبي سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت خير من السايكل كان ينسي مونوفوسفيت. اول حاجه اللي هو حيكون قال لك ان البايندينج اوف دي هرمون للسيل ريسبتور لاكتيفيشن الادينال سايكليز اللي هو مهمته اصلا يكون لك شنو السايكل ينسي مونوفوسفيت. هذا هو الكونفرجن اي تي بي للسايكل ينسي مونوفوسفيت. والسايكل ينسي مونوفوسفيت اللي حيكون انشيت اول حاجه اللي هو الترانسبورتيشن اكروس ذا سيل ميمبرين بدات الايون شانلز والسكريشن والانزيم والانتراسيلر بروتين، ونعرفوا هيدرولاز اللي حيكون فوسفودايستيراز اللي حيكون بالانسولين، انهبيتد ميثايل اوكزانتين سي جي سيجي ونسيم مونوفوسفيت وسي نسيم مونوفوسفيت. هذا مليون ماشيني اكيد بما انهم انهبيت للديجريديشن فيزيدوا لك السايكل ادينوسين مونوفوسفيت. ويخدم الاكوان زي ما نقول اللي حيكون في كل الهايبوثالاموس والبيتيوتري سواء الانتيريور والبوستيريور والباراثايرويد الكاتيكولامينز والجلوكاجون. والجي ام بي طبعا من الجوانين ترايفوسفات والجوانين سايكليز لشني سايكليك جوانين مونوفوسفات. والكالسيوم زي ما نعرفه ان اللي هو حيكون ريسبتور طبعا البايندينج في الهرمون يزيد لك انتراسيلر كالسيوم ايذر فروم اكسترا سيلر او زي ما قلنا من الاندوبلازميك او الميتوكوندريا. بايندينج اللي هو حيكون للكالموديولين طبعا اللي هو عنده اربع سايت من ناحيه البايندينج هيا قال لك انها شنو عندها فور بايندينج سايت بتاع الكالسيوم. عندك اللي هو حيكون الكالموديولين كومبلكس اللي هو حيكون عباره شنو مهمته يدير لك في بروتين كاينيز مايسن فوسفوريليشن رؤوس المايسن باش يدير لك كونتراكشن. بعدين السيل ممبرين زي ما نعرف ان اللي هو فوسفوليبل سي للسيل ممبرين تمام يحول لك الفوسفودان لينوسيتول بيسفوسفات لشني لينوسيتول ترايفوسفات وداك. هذا اللي هو حيكون ابراز الكالسيوم من الاندوبلازميك ريتيكولوم والميتوكوندريا ويدي لك الفانكشن بتاع الكالسيوم. الداي اللي هو حيكون الداك يخدم لك شني كاينيز تايب سي والبروستاجلاندينز عباره عن ليبيد. ترانسبورتيشن زي ما قلنا الهرمونز اول حاجه لو كان بروتينز وامينو اسيدز اللي ما حيكون دي ار فري، لكن نلقوا ان اللي هو حيكون قال لك موست علاش؟ لان بتاع تو نتكلم عليهم بعدين باش نتلخبط تو، لكن في نلخبطكم تو، لكن في نوع معين من الهرمونز صح ماهوش ستيرويد لكن ينتقل بايندد اللي هو حيكون البروتين في الدم لوزلي لكن مش تايتلي. ثاني حاجه النون بروتين هذا من الستيرويد والتايرويد خير من اللي هو حيكون عباره عن شنو سيركوليت اللي هو حيكون سيركوليت اللي هو حيكون باوندد لبلازما بروتين طبعا سبيشلي شيني سبيشلي اللي هو الجلوبيولين. علاش؟ لان بريفنت اللي هو حيكون ريليس نتاعهم. فالفري ريكشن فري فراكشن زي ما قلنا نتاع الهرمون وش فيسيولوجيكلي اكتف يعتبر لك شيني از فيري سمول اند اللي هو حيكون از ان دي ايكوليبريوم with the bound fraction. بعدين عندك الانكتيفيشن طبعا اللي هو حيكون دوك ام ار اللي هو degradation oxidation or reduction. عندك ميثايليشن conjugation اللي حيكون glycuronic ويطلع. ثاني حاجه عندك اللي هو ديورنال فاريشن طبعا من ناحيه اللي هو الريثم ان الهرمونز عندهم شيء فيسيولوجيكلي يخدموا مثل الجروث البلاسنت برولاكتين يخدموا اللي هو حيكون في شيء في هاي في الايفنينج يعني في النايت تايم والكورتيزون في الايرلي مورنينج. حاجه وحيده نبي نلاحظها دقيقه بس نبي نعدلها دقيقه حاجه وحيده نبي نعدلها هنا ان مع الستيرويد هرمون راه هنا نسيت ان في ثايرويد هرمون تقريبا حتى قلت ان الثايرويد هرمون فري وهذا غلط مني انا. لا الثايرويد هرمون يعتبر حتى هو شني من الانواع اللي هو حيكون الباوندد تمام. خلاص هذا هو باذن الله المحاضره دي تمت.